ولد الإعلامي اللبناني جلال عفيف شهدة في 12 يوليو عام 1975. ولد في الأسكلة منطقة المينا في طرابلس. حصل على بكالوريوس في العلوم الطبيعية والتربية الرياضية. عمل كمدرس لمادة العلوم الفيزياء والتربية الرياضية في العديد من المدارس والصروح اللبنانية قبل دخوله في مجال الإعلام. من هواياته المطالعة والكتابة والمسرح، إضافة إلى ممارسة العديد من النشاطات الرياضية كركوب الخيل والتزلج على الجليد. خاض شهدة في البداية تجربة الإعلانات التجارية التي مثلت بوابة فتحت له عالم الإعلام على مصراعيه. انطلاقته في المجال التلفزيوني كانت في يونيو عام 2002 في المؤسسة اللبنانية للإرسال كمذيع للنشرة الجوية. قدم عددا كبيرا من الحفلات والمسابقات مثل حفل جوائز المطبوعات اللبنانية. يعد المدرب جلال شهدة واحدا من أبرز نجوم الجزيرة وأحد الأوجه الإعلامية الساطعة في العالم العربي. بدأ مسيرته بمجال التقديم التلفزيوني مع مطلع الألفية الثالثة حين التحق بقناة البي سي اللبنانية في عام 2002، ثم انتقل بعد ذلك إلى مجموعة ام بي سي حيث عمل مقدما للنشرات الرئيسية قبل أن يلتحق بشبكة الجزيرة الإعلامية في فبراير من عام 2011. أجرى شهدة العديد من التغطيات الميدانية وكلف بمهمات إخبارية في كل من أفغانستان وكردستان وتركيا والولايات المتحدة والعديد من العواصم العربية والإقليمية والعالمية. وأشرف خلال عمله مدربا بمعهد الجزيرة للإعلام على تأطير عدد كبير من العاملين بالحقل الدبلوماسي والصحافة التلفزيونية وأقسام العلاقات العامة. أما الخبرات فهي عصارة سنوات طويلة من العمل بمجال التقديم التلفزيوني والمهارات الإعلامية يقدمها المدرب جلال شهدة في دوراته التدريبية. له خبرة بعدد من المجالات ترجمها إلى دورات متخصصة في معهد الجزيرة للإعلام، من بينها دورة المدخل في التقديم التلفزيوني، ودورة مهارات التعامل مع وسائل الإعلام، ودورة المهارات الإعلامية للدبلوماسيين. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.